يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة هامة خاصة جدا 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 من الترند النهاردة. يا مساء الثقة في المولى عز وجل، إن شاء الله بإذن الله نفرح النهاردة، إن شاء الله بإذن الله تعالى كل الأهلوية يناموا مبسوطين وفرحانين، حتى اللي مش هينام النهاردة ما ينامش، بس ما ينامش من الفرحة بإذن الله تعالى. ربنا يكبر بخاطرنا ونكسب دوري أبطال أفريقيا للمرة العشرة في تاريخ النادي الأهلي، المرة الثانية على التوالي، دي لعيبة كبيرة وجهاز فني محترم بنثق فيهم كل الثقة. يوم مهم ويوم خاص جدا ويوم أعصاب جدا جدا، كلنا متأهبين، كلنا منتظرين موعد المباراة، المباراة اللي هتكون في تمام الساعة 9 مساء على مركب محمد الخامس بالمغرب بالتحديد في مدينة كازابلانكا، في مباراة نهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، مباراة غاية في القوة والصعوبة والندية. إن شاء الله الأهلي يكون موفق في هذه المباراة، كلنا منتظرين، كلنا عندنا أمال كبير جدا جدا في الفرحة النهاردة بإذن الله تعالى. حلقة النهاردة خاصة جدا وكلام كتير مهم عن كواليس ما قبل هذه المباراة وآخر استعدادات النادي الأهلي، هتكون معانا على مدار الحلقة كلها النهاردة، كمان تفاعلكم معانا من خلال سؤال الحلقة واللي أكيد بيتعلق بمباراة اليوم أمام كايزر تشيفز، وهي مش أي مباراة بصراحة، لا ده نهائي دوري أبطال أفريقيا. توقعاتك إيه للمباراة دي؟ توقعاتك إيه لنتيجتها؟ هناخد تفاعلكم معانا من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، وفي الجزء الأخير نقرأ التوقعات براحتنا كده مع بعض، وإن شاء الله بإذن الله نكون متفائلين بالفوز النهاردة. علشان ما أخدش فترة طويلة في التقديم، خلينا نخش سريعا في أهم وأبرز عناوين حلقة اليوم الخاصة جدا، يلا بينا. في ترند الأهلي العشرة يا أهلي بإذن الله تعالى. الأهلي يسعى للحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي يا رب. وأخيرا البعثة تعود للقاهرة عقب المباراة مباشرة بإذن الله، يرجعوا لنا بالكاس بإذن الله. طيب أكيد كلنا يعني منتظرين ميعاد المباراة، البعض مننا أو مش البعض، أنا أعتقد كلنا قلقانين. ليه ما يعني إيه اللي خلينا ما نقلقش يعني؟ لا لازم نقلق، لأن أنت بتلعب نهائي دوري أبطال أفريقيا، طبعا بتلعب مباراة بالحجم ده، ببطولة بأهميتها دي، بمكاسب كتير جدا بإذن الله بعد الفوز بيها، فلازم تقلق. كمان تقلق أكتر لما تكون بتقابل فريق مبهم، أنت مش عارف الفريق ده كويس ولا وحش، قوي ولا ضعيف، مستواه عامل إزاي، وده بسبب إيه؟ بسبب نتائجه المتفاوتة على مدار البطولة يعني. كل اللي نعرفه وكل متأكدين منه إن أنت لما هتاخد المباراة دي بالجدية المطلوبة، ولما هتحترم الفريق ده الاحترام المطلوب، بإذن الله بإذن الله هترجع بالبطولة. فإن شاء الله بإذن الله نفرح النهاردة، وإن شاء الله نتمتع كمان بأداء النادي الأهلي النهاردة، يبقى أداء ونتيجة رغم إن النتيجة هي الأهم. تفاصيل كتير جدا جدا بس هتكون معنا بعد الفاصل، يلا بينا. يا رب يا رب يا رب، إن شاء الله بإذن الله الأهلي يكون موفق في مباراته النهاردة الهامة جدا في نهائي دوري أبطال أفريقيا. عندنا فريق كبير، عندنا جهاز فني محترم، بإذن الله يفرحونا النهاردة، يفرحوا كل الأهلاوية اللي في جميع أنحاء العالم. جماهيرية الأهلي عريضة وعظيمة زي ما احنا عارفين ومتعودين دايما، بإذن الله كمان يفرحوا كل المصريين، لأن أكيد أكيد في مصريين كتير جدا حتى لو مش أهلاوية بيتمنوا النهاردة إن الأهلي يكسب، اللي ما بيتمنوش قليلين قوي، وإن شاء الله النهاردة يناموا زعلانين لو هم مش عايزين الأهلي يكسب. لكن المؤكد في حالة فوز النادي الأهلي فالأغلبية العظمى هيناموا فرحانين ومبسوطين، وكمان هيسهروا كمان مش هيناموا، هيفضلوا طول الليل بيحتفلوا بإذن الله واحد أحد بفوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا. إحنا هنعيش حضراتكم لحظة بلحظة في كواليس النادي الأهلي قبل ساعات قليلة جدا من انطلاق هذه المباراة. أنت قدامك إيه دلوقتي؟ بتاع حوالي إيه 3 ساعات و 50 دقيقة عقبال ما الماتش كده يبتدي. دي لقطات من كازابلانكا، طبعا يعني مدينة جميلة جدا جدا، المغرب دولة يعني شقيقة وشعب أكثر من رائع، والعلاقات دايما جيدة جدا جدا معاهم على مختلف الأصعدة، علاقات كمان مميزة ما بين الأهلي والأندية المغربية بالكامل، وشفنا ده في أكثر من مناسبة، سواء الكبيرين هناك الوداد والرجاء أو حتى بعض الأندية الأخرى. فبالتالي الأجواء كلها جيدة، الأجواء كلها بإذن الله تكون في صالحنا، إن شاء الله مش هيبقى غير
التوفيق من عند المولى عز وجل في هذه المباراة، وكل حاجة في إيدينا وإحنا اللي نقدر نتحكم كمان في رتم هذه المباراة. تفاصيل كتير جدا بصراحة عن الماتش ده، لكن لسه هنتكلم فيها على مدار الحلقة بالكامل. لكن خلينا أقول لحضراتكم التشكيل المتوقع، التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في مباراة اليوم أمام كايزر تشيفز في النهائي. التشكيل بيتكون من زي ما حضراتكم هتشوفوا معايا، محمد الشناوي في حراسة المرمى، ده التشكيل المتوقع. محمد الشناوي في حراسة المرمى، قدامه رباعي خط الدفاع من اليمين للشمال أكرم توفيق، بدر بنون، أيمن أشرف، وأيضا علي معلول. دول الأربعة اللي هيكونوا في خط دفاع النادي الأهلي، وده طبقا لتشكيل مجرد هو متوقع. في نص الملعب حمدي فتحي وعمر السليه، قدامهم ثلاثي الشحات، حسين الشحات طبعا اللي بيتألق الفترة الأخيرة بشكل ملفت، ومحمد مجدي أفشة إن شاء الله يجيب لنا قضية تانية النهاردة، وطاهر محمد طاهر أحد اللاعبين اللي بيتألقوا خلال الفترة الأخيرة. ومهاجم النادي الأهلي الوحيد النهاردة في هذه المباراة هو محمد الشريف، أحد أبرز المهاجمين في القارة الأفريقية بالكامل، وده أمر واضح جدا. ده مجرد تشكيل متوقع لفريق النادي الأهلي في مباراته اليوم. هننتظر إن شاء الله بإذن الله حتى موعد المباراة أو قبل المباراة بساعة تقريبا عشان نعرف التشكيل الرسمي بإذن الله للنادي الأهلي. دي لقطات كلها من مقر إقامة الفريق النهاردة قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة. طيب نطمن بشكل أكبر وبشكل أدق كمان على الفرقة هناك في المغرب. خليني سريعا أروح لزميلنا العزيز كريم أحمد، مرافق بعثة النادي الأهلي في كازابلانكا، عشان يطمننا على كل الأجواء والكواليس اللي تتعلق بفريق النادي الأهلي قبل مباراة اليوم. يا كريم مساء الخير عليك، وإن شاء الله بإذن الله يكون مساء انتصار وفرحة لكل الأهلوية. أخبارك إيه؟ طمننا عليك في الأول. مساء الخير عليك زميلي العزيز زميلي هشام، كل التحية ليك ولكل جمهورنا، ويا رب إن شاء الله النهاردة نشوف فرحة بتملى شوارع مصر إن شاء الله النهاردة بتحقيق للنادي الأهلي دفاعه عن اللقب والحصول على لقب البطولة العشرة. عايز أطمنك يا أمير طبعا وعلى كل جمهور النادي الأهلي، حالة كبيرة جدا من التركيز، معنويات مرتفعة الحقيقة يمكن الفترة اللي فاتت منذ تواجدنا هنا في الدار البيضاء. مجهود كبير جدا بيبذل من اللعيبه، بيتسو موسيماني اصرار وجديه بنشوفها في التدريبات، يمكن كل اللعيبه عارفه اهميه المباراه، اهميه البطوله، اهميه كمان احترام الخصم بشكل كبير جدا، وده اللي بياكد عليه الحقيقه الجهاز الفني بالكامل. المباراه طبعا 90 دقيقه بنتمناها ان شاء الله ما توصلش لبعد كده باذن الله، عندنا ثقه كبيره في كل اللاعبين، جديه اصرار بقى تضحيات النهارده، كل الامور دي النهارده نشوفها مع كل لعيبه النادي الاهلي، وده مش غريب الحقيقه على كل اللاعبين. عايز اكلمك طبعا كمان زميلي امير، احنا خلاص بتفصيلنا ساعات بسيطه جدا طبعا على توجهنا الى مركب محمد الخامس اللي هيستقبل هدية المباراة. لعيبة النادي الاهلي تواجدت صباح اليوم كالعادة طبعا تناول الافطار 10 صباحا، 2:30 كانت وجبة الغداء، وفي انتظار طبعا المحاضرة الفنية الاخيرة اللي هتكون هنا في تمام الساعة 5:30 بتوقيت الدار البيضاء، ومنها مباشرة 6 مساء يتحرك للنادي الاهلي والبعثة بالكامل الى مركب محمد الخامس. يا رب ان شاء الله باذن الله كل الامور دي تكون مع فريق النادي الاهلي، التضحيات الكبيرة اللي شفناها والدعم الكبير والمناخ الطيب اللي يمكن قدر يوفره مجلس ادارة النادي الاهلي على دار الموسم بالكامل. حققنا بطولات عديده الفتره اللي فاتت، منتظرين اكتر من كده كمان، جيل مميز جدا واستحق مننا كل الدعم وكل المسانده الكبيره. وممكن جمهور النادي الاهلي الحقيقه كمان الفتره اللي فاتت تحديدا كان داعم ومساند، ورسائل وصلت للعيبه بشكل كبير جدا. يا رب ان شاء الله هذا الجيل يقدر يحقق الانجازات ويقدر يحقق بطولات عديده جدا. يا رب ان شاء الله بس التوفيق يكون معانا زميل الامير في هذه المباراه، ونقدر باذن الله نعود من الدار البيضاء بهذه البطوله الغاليه جدا على كل جمهور النادي الاهلي. يا رب باذن الله. كريم عايز اطمن على درجه الحراره دلوقتي او بالتحديد في توقيت المباراة هتكون تتراوح ما بين كام وكام؟ هل في رطوبة ولا لا؟ الأجواء المناخية بشكل عام هتكون أخبارها إيه أثناء انطلاق المباراة يا كريم؟ الحقيقه زميلي امير الجو رائع ومميز جدا منذ وصولنا الحقيقه هنا في الدار البيضاء، يعني 8 مساء دي بيبقى الجو رائع ومميز جدا، ما تقدرش تقول في رطوبه، ما تقدرش تقول في حراره، على قد ما بيكون الجو درجه الحراره بتتراوح من 22 و23 مع بروده خفيفه. ده يعني جو مميز ورائع جدا جدا هنا في المغرب. يمكن اكثر من يوم ناس قالت لنا في تقلبات شويه للجو، لكن صباحا ممكن نقول بيبقى في شمس شويه او حراره بسيطه، لكن يعني ما فيش مقارنه طبعا بحراره مصر طبعا او الجو الحار في مصر. الجو هنا مميز ورائع جدا، يا رب يعني دي حاجه كبيره لعيبه النادي الاهلي ويقدر يستفيد منها بشكل كبير. الجو ما فيهوش اي مشكله، ملعب المباراه كمان ملعب مميز، ويمكن بيتسو موسيماني اتكلم على هذا الامر وقال يمكن الملعب ده
ثلاث انواع من النجيله. الراجل دارس كل حاجه، الراجل يعني مركز في كل شيء، سواء الفنيات، المعلومات طبعا اللي بيقولها لعيبه النادي الاهلي، التحضيرات، ملعب المباراه، ممكن موسى وكبير طبعا، مخطط الاحمال، قياسه الملعب بالكامل. الراجل مهتم بامور عديده جدا وصغيره جدا ان شاء الله تفرق معانا بشكل كبير. ويمكن كمان انت ذكرت التشكيل المتوقع، يعني نقدر نقول ده الاقرب بشكل كبير جدا، ان لم يحدث طبعا او يجد جديد طبعا منذ تحركنا من هنا الى ملعب المباراه. لكن اي 11 لاعب يا امير انت عارف هيكونوا متواجدين، هيكون عندهم طبعا يعني اصرار كبير جدا في هذه المباراه. وجود المجلس كابتن محمود الخطيب، اللي يمكن كل المجلس الحقيقه تحمل الكثير خلال الفتره الماضيه، يمكن حملات بقى يمكن وضغط كبير جدا، ضبط نفسك كان اكثر من رائع الحقيقه لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. فيا رب ان شاء الله النهارده لاعبتنا النهارده تهدلهم هذا الفوز، وايضا كمان تهدي لكابتن محمود الخطيب الاب طبعا والاخ الاكبر لكل لاعبي النادي الاهلي. وده اللي بنشوفه الحقيقه يا زميلي امير في كل اللقطات اللي بتذاع على شاشه قناه النادي الاهلي، خطوه بخطوه متواجد بيقف مع اللعيبه، رسائل هامه جدا وداعمه بشكل كبير جدا في توقيت بيكون صعب واللعيبه بيوصلها بشكل كبير. فيا رب كل المجهودات دي تكلل بالنجاح النهارده، وان شاء الله باذن الله نعود من كازابلانكا بالبطوله العشر زميلي امير ان شاء الله باذن الله. باذن الله كريم. طيب بمناسبه الكابتن محمود الخطيب، هل كان في جلسه ما بين الكابتن محمود الخطيب والفريق والجهاز الفني خلال الايام القليله الحاليه، سواء من ساعه ما وصلت المغرب لحد النهارده مثلا قبل المباراه؟ واحنا عارفين دور الكابتن محمود الخطيب دايما حتى لو مفيش اي جلسات هو بيبقى ليه دور، حتى تواجده في حد ذاته بيبقى مهم ودافع كبير جدا بالنسبه للاعيبه. لكن حصل اي حديث ما بين الكابتن محمود الخطيب والجهاز الفني واللاعبين ولا لا؟ يعني ما نقدرش نقول جلسة، على قد ما هي كانت يعني جلسات منفردة سريعة بقى مع كل اللاعبين والجهاز الفني بيتسو موسيماني. يمكن في كل التوقيتات تلاقي الكابتن محمود الخطيب ماشي مع الشحات، ماشي مع صلاح، ماشي مع الشناوي بتحفيزه. يمكن اللعيبة زي ما بقول لك زميلي أمير واصلة لها القيمة الكبيرة المتواجدة معاهم، رئيس النادي الأهلي أفضل من ارتدى رقم 10 طبعا في أفريقيا كابتن محمود الخطيب. فرسائله الفنية ورسائله الأبوية اللي بكل لعيبة النادي الأهلي بتوصل لهم بشكل كبير جدا. ما نقدرش نقول إن كان في جلسة أو في كلام للعيبة بشكل كامل، لكن أقدر أقول لك إن ممكن بعد لحظات بسيطة جدا قبل توجه اللاعبين الى استاد مركب محمد الخامس نقدر الكابتن محمود الخطيب يجتمع باللاعبين لاقل من دقائق بسيطه جدا في كلمات بسيطه لكن بتصل اللعيبه وبيكون مردودها كبير جدا. بنامل ان شاء الله زميلي امير مردود كل الامور دي وكل الترتيبات والتحضيرات والتجهيزات على المستوى الفني والمستوى الاداري، كل دي ان شاء الله تترجم بالفوز النهارده. ويا رب ان شاء الله نشوف فرحه زي ما بنشوفها في مصر، كل جمهور النادي الاهلي يتواجد في الشوارع، ونقدر ان شاء الله زميلي امير ان لعيبه النادي الاهلي دي تفرح كل شعب مصر ان شاء الله النهارده باذن الله. تمام. احنا عارفين يا كريم ان المباراه من غير جمهور، لكن عدد الحضور هيتمثل في كام واحد مثلا من الفريقين في المدرجات او في المقصوره الخاصه بمركب محمد الخامس؟ يعني نقدر نقول على الجانبين 30 فرد 30 فرد بمجلس الاداره المتواجد، اللعيبه طبعا اللي هتكون خارج السكور طبعا انت عارف في الجهاز الطبي بعض العمال بيكونوا متواجدين بره، فنقدر نقول 30 فرد بالنسبه لي النادي الاهلي و30 لكايزر تشيفز. لكن انا عارف طبعا يمكن كل مفيش جمهور طبعا متواجد، ويمكن ده امر بيساعد النادي الاهلي بشكل كبير جدا، الطرف كمان كايزر تشيفز يساعد النادي الاهلي بشكل كبير. لكن يعني يا رب ان شاء الله بس التوفيق يكون معانا. انا عايز اكد لك زميل امير اكتر من مره، التركيز كبير والحماس كبير والجديه موجوده، ينقصنا يعني التوفيق بس ان شاء الله في هذه المباراه. وزي ما هنا على الوداد وعلى مركب محمد الخامس بنتيجه 2-0، يا رب ان شاء الله تكرر النهارده هذه النتيجه على كايزر تشيفز، وباذن الله ان شاء الله كل الامور تكون معانا في هذه المباراه يا رب باذن الله. طيب للاسف عندنا هنا في مصر بعض يعني المحللين يا كريم او بعض الاعلاميين بيتناولوا المباراه بدرجه قليله شويه من الاهميه نظرا للفريق المنافس اللي هو كايزر تشيفز اللي موجود في نهائي دوري ابطال افريقيا. فالجمهور الاهلي يا كريم قلقان شويه من حته ايه، ان ممكن يكون اللعيبه فاكره ان فريق صن داون او فريق عفوا كايزر تشيفز ده يعني وصل لهم نفس الاحساس ان اللي بعض بيتكلم فيه ان هو فريق مش زي الوداد او الترجي او كلام من ده. انا عايز منك تاكيد على درجه اهميه هذه المباراه، وكيف ينظر لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني لمباراه اليوم تحديدا في نهائي دوري ابطال افريقيا يا كريم. يعني النقطة دي نقطة هامة جدا الحقيقة زميلي أمير، ويمكن الواحد أكد أكثر من مرة الحالة اللي احنا شايفينها مع لعيبة النادي الأهلي وحالة التركيز وحالة التركيز فقط لغير في ال 90 دقيقة وفي تعليمات بيتسو موسيماني، دي بتدل وبتدي إشارة بشكل كبير جدا إن لا تهاون مع الخصم، ومفيش حد يقدر يقلل من كايزر تشيفز مهما كان. ده الكلام الحقيقة اللي بيقوله بيتسو موسيماني، ده اللعيبة الكبار أيمن أشرف وليد سليمان سعد سمير الشناوي السولية كل اللعيبة بتأكد على هذا الأمر. في بعض اللعيبة يمكن في ذهنها يقول لك احنا مغلوبين 2-0، احنا هنلعب مباراة ذهاب وعودة، هي مش مباراة واحدة، على أساس الحافز يكون أكبر
اكبر ويبقى اللعيب نازل مضغوط بشكل كبير. ويمكن لعيبه النادي الاهلي اتحطت في الضغط ده بشكل كبير جدا خلال السنوات الماضيه. اللعيبه مركزه امير، وزي ما بقول لك النهارده عايزين نشوف التضحيات وعايزين نشوف انكار الذات، عايزين نشوف كل حاجه النهارده من لعيبه النادي الاهلي، وده اللي احنا هنشوفه. الاشاره اللي يمكن بنشوفها في التدريبات كل يوم من حماس ومن جديه ومن تحيه موسيماني لكل اللاعبين على تنفيذ الهجمات، المرتدات، الكروسات، ضربات الجزاء، كل الامور دي الحقيقه مديانا طمانينه بشكل كبير. ومن خلالك يعني لازم نطمن جمهور النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي في قمه تركيزها، لعيبه النادي الاهلي ارفع اهميه المباراه، لا يتهاون مع كايزر الشيفز، وعندنا امل كبير جدا ان احنا نقدر نحرز هدف واثنين وثلاثه. بس لا، كل ده يرجع امير بحاجه واحده، شخصيه النادي الاهلي وروح الفانيله الحمراء اللي بنامل ان شاء الله تكون متواجده النهارده في 90 دقيقه على ملعب مركب محمد الخامس. يا رب باذن الله يا كريم. انا بشكرك شكرا جزيلا، وباذن الله تعالى ترجعوا لنا بالبطوله وتفرحوا كل الاهلاويه ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد من رئيس القناه الاهلي والمرافق لبعثه الفريق هناك في المغرب، وان شاء الله الاهلي يكون موفق النهارده ونفرح باذن الله فرحه كبيره. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نواصل فقرات الحلقه النهارده، استنوا. اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نتكلم في بعض الارقام اللي بتتعلق بالنادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا بشكل عام، وبتتعلق كمان بمباريات النادي الاهلي مع ابطال جنوب افريقيا سواء سان داونز، اورلاندو بيراتس، او حتى كمان كايزر تشيفز النهارده اللي لعبناهم مره واحده بس قبل كده في السوبر الافريقي وكسبنا 4-1. لكن ابرز الارقام القياسيه كمان تتعلق بنهائي دوري ابطال افريقيا بتتمثل في بعض النقاط المهمه. نهائي النسخه الحاليه من البطوله هو النهائي رقم 14 في تاريخ النادي الاهلي. قبل نهائي النهارده احنا لعبنا 13 نهائي، كسبنا 9 وخسرنا 4. ان شاء الله باذن الله النهارده نكسب عشان يبقى كسبنا 10 وخسرنا 4 بس باذن الله. قبل طبعا من ضمن كمان الحاجات المهمه ان الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في حصد هذا اللقب الغالي بتسع مرات، وده رقم ما حصلش يعني قبل كده، وان شاء الله كمان يبقى 10 عشان يعني تبقى الموضوع صعب على اي حد يوصل للنادي الاهلي باذن الله. سجل الاهلي او سجل الاهلي مشاركته الاولى في نسخه عام 76، دي كانت اول مره نشارك في بطوله دوري ابطال افريقيا، لكن اول مره كمان نحقق اللقب كان في عام 82. الاهلي التقى ب 10 فرق في نهائي دوري الابطال على مدار 13 نهائي. مين الفرق دي؟ كوتوكو الغاني والهلال السوداني وصن داونز الجنوب افريقي، النجم الساحلي التونسي مرتين، الصفاقسي التونسي، القطن الكاميروني، الترجي التونسي مرتين، اورلاندو بيراتس الجنوب افريقي، والوداد المغربي، وكمان الزمالك في البطوله الاخيره اللي كانت مباراه القرن. كايزر تشيفز الجنوب افريقي هو الفريق رقم 11 في قائمه الفرق اللي هيواجهها الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا. الاهلي نجح في الوصول لنهائي دوري الابطال في 4 نسخ متتاليه، وده رقم غير مسبوق، اللي هم امتى وامتى وامتى؟ 2005 و2006 وكسبنا البطوله في السنتين دول، وبعدين خسرناها في 2007 من نجم، وبعد كده كسبنا في 2008 القطن الكاميروني. فدي كانت 4 مرات متتاليه ما حصلتش قبل كده الاهلي قدر ان هو يوصل لنهائي دوري ابطال افريقيا. تمكن الاهلي من حصد لقب دوري الابطال في نسختين متتاليتين مرتين، الموضوع ده حصل مرتين، المره الاولى كانت 2005 و2006 لما كسبنا النجم الساحلي في النهائي وبعدين صفاقس في النهائي، بعد كده في 2012 و2013 لما كسبنا الترجي التونسي وبعدين كسبنا اورلاندو بيراتس الجنوب افريقي. الاهلي ان شاء الله من خلال مباراه النهارده بيسعى ان هو يحقق الانجاز ده للمره الثالثه في تاريخه. على مدار 13 نهائي سابق نجح الاهلي في تسجيل 32 هدف، وده عدد كويس في الحقيقه، واستقبلت شباكه 18 هدف. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي هو صاحب اول اهداف الاهلي في المباريات النهائيه في نسخه 82 لما كنا بنلاعب كوتوكو، كان جاب جون حلو قوي ساعتها. لكن اخر هدف مين بقى؟ اخر هدف للاهلي في البطوله كان مين؟ سؤال مش صعب طبعا، هدف قفشه قاضية ممكن في نهائي دوري ابطال افريقيا في مباراه القرن السنه اللي فاتت. ان شاء الله باذن الله ما يكونش ده اخر هدف، يكون النهارده في اهداف من ضمنها يكون الهدف الاخير هو اخر هدف النادي الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا باذن الله تعالى. طيب مشوار الاهلي وكايزر تشيفز حتى نهائي افريقيا، الفرقتين عملوا ايه على مدار البطوله لغايه لما وصلوا النهائي؟ الاهلي لعب 12 مباراه في المقابل كايزر تشيفز لعب 14. ليه لعب 14؟ عشان هو شارك في الادوار التمهيديه للبطوله. الاهلي فاز في كام ماتش؟ الاهلي فاز في 8 ماتشات وكايزر تشيفز فاز في 6 ماتشات. التعادل كان حاضر للاهلي في 3 مباريات، في المقابل كايزر تشيفز اتعادلوا في 6 مباريات.
الاهلي خسر ماتش واحد وكايزر تشيفز خسروا ماتشين. الاهلي سجل 23 هدف عدد كبير، في المقابل كايزر تشيفز سجل 12 هدف. الاهلي استقبل 6 اهداف فقط وكايزر تشيفز استقبل 9 اهداف. من ضمن كمان الارقام المهمه مواجهات الاهلي امام انديه جنوب افريقيا، عملنا معهم ايه على مدار المباريات الكثيره اللي كانت في البطولات الافريقيه المختلفه. لعبنا مع فرق جنوب افريقيا 25 ماتش، كسبنا 11 وخسرنا 6، اتعادلنا معاهم في 8 ماتشات. الاهلي احرز في شباك فرق جنوب افريقيا 33 هدف، في المقابل استقبل 23 هدف. الاهلي حافظ على شباكه نظيفه في 13 مباراه، و أندية جنوب أفريقيا حافظت على شباكها نظيفة في 7 مباريات فقط. من ضمن كمان الأرقام المهمة، ويعني عشاق الأرقام اللي بيحبوا الإحصائيات وكل هذه الأمور، الأهلي بيواجه بطل جنوب أفريقيا أو بيواجه الفرق من جنوب أفريقيا اللي المرة الثالثة في النهائيات. أول النهائي كان إمتى؟ في نسخة 2001 طبعا، ما ننساهوش لما كسبنا سان داونز في مجموع المباريتين 4-1، تعادلنا في البداية هناك في جنوب أفريقيا 1-1، كان هدف الكابتن سعيد عبد الحفيظ، وبعد كده رجعنا كسبنا هنا 3-0 بهاتريك خالد بيبو. المرة الثانية لما قابلنا أورلاندو بيراتس في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في 2013، لما تعادلنا هناك 1-1 هدف أبو ستيكا طبعا المميز كان من ركلة حرة مباشرة، وتعادلنا أو هم تعادلوا معنا في الدقيقة الأخيرة من المباراة هناك في جنوب أفريقيا، وبعد كده جينا كسبنا هنا بهدفين لأبو تريكا وأحمد عبد الظاهر في استاد المقاولين العرب لو نفتكر. ومواجهة النهاردة هي ثالث مواجهة، هي هتكون من مباراة واحدة بس ما بين الأهلي وكايزر تشيفز، إن شاء الله بإذن الله نقدر كمان إن احنا نفوز النهاردة. دي أبرز الأمور وأبرز الأرقام. خلينا أقول لحضرتكم كمان بعض الأخبار بتتعلق بالبعثة هناك. المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية اللي بتدير اتحاد المصري لكرة القدم زار بعثة الأهلي في المغرب، وكمان يعني نسق معهم بخصوص بعض لاعبي النادي الأهلي اللي هيكونوا مع منتخب الأولمبي رباعي النادي الأهلي، وهيسافروا ازاي من هناك في المغرب لطوكيو بعد ما البعثة خلاص وصلت امبارح الصبح هناك. اللي بنتمنهم كل التوفيق، وكمان أزر الفريق ودعمه وتمنى ليهم كل التوفيق. ده المهندس أحمد مجاهد. الاهلي يغادر المغرب عقب مباراه كايزر تشيفز، تخلص مباراه باذن الله على خير، يقول لنا كده بالبطوله مباشره عقب المباراه للمطار باذن الله مباشره عشان يرجعوا في طائره خاصه للقاهره سالمين حاملين لقب دوري ابطال افريقيا للمره العاشره باذن الله تعالى. كمان رباعي الاهلي الاولمبي هيغادر المغرب غدا في طريقه اليابان، يعني البعثه كلها ترجع ان شاء الله النهارده في الاربعه اللي هيروحوا مع المنتخب الاولمبي اللي هم صلاح محسن والشناوي وطاهر محمد طاهر واكرم توفيق، دول هيسافروا بكره الظهر مباشرة من المغرب لطوكيو، وإن شاء الله يوصلوا بالسلامة ويعملوا كمان أداء رائع مع منتخبنا الوطني الأولمبي وفرحونا هم كمان بإذن الله تعالى. هروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نتكلم فنيا شوية عن المباراة وعن قدرات فريق كايزر تشيفز تحديدا، وكيف يتعامل النادي الأهلي مع هذا الفريق الصعب في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا النهاردة. استنونا بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نغوص شوية في الجوانب الفنية والتحليلية الخاصة بمباراة اليوم قبل انطلاقها، وأبرز ما يميز فريق كايزر تشيفز ونقاط الضعف كمان اللي عنده. فعلشان كده خلينا سريعا نروح عبر سكايب مع محمود سليم محلل الأداء وأحد أبرز اللي بيحللوا كورة بصراحة، واحد بيعرف يحلل الاداء بشكل جيد جدا بالنسبه لمختلف الفرق وبتحديد كمان للنادي الاهلي. يا محمود مساء الخير. مساء الفل يا امير، وتحياتي ليك وشكرا على الكلام الجميل ده. اهلا بيك يا محمود، انت منورنا النهارده من خلال برنامج الترند وشاشه قناه النادي الاهلي، لكن بتحديد عايز اتكلم معاك عن مباراه اليوم. كيف ترى هذه المباراه وكيف تقيم فريق كايزر تشيفز اللي هيقابل النهارده النادي الاهلي في النهائي يا محمود؟ طبعا مباراة مصيرية 90 دقيقة بس بتحدد فيها بطل افريقيا، فدي صعوبة كبيرة جدا جدا ان هي في 90 دقيقة ما تعرفش ظروف المباراة تبقى عاملة ازاي. طبعا انا ضد جدا نغمة انه فريق سهل، بالعكس الفريق ده يعني تقدر توصفه بلغة الكرة بانه فريق رخم ما تعرفلوش، يعني ملوش شكل ثابت وبيغير في اللعيبة كتير، حتى في حارس المرمى غير الثلاث حراس، بيلعب بكذا طريقة لعب مختلفة، بيدافع وبيلعب على التحولات، طريقه لعبه فعلا بلغه الكره فعلا فريق رخم، فلازم نعمل حسابه كويس جدا، نركز كويس جدا. الاخطاء النهارده يعني نسبه 0%، ما فيش اخطاء ان شاء الله، ان شاء الله نكون مركزين ونكون داخلين المباراه كاننا بنلعب فعلا مواجهه ضد كانه بطل افريقيا.
ما ينفعش نبص لكايزر تشيفز ان هو في وسط جدول او لا، لازم نحط الفريق ده في وضعه الطبيعي، وصل نهائي افريقيا يبقى فريق كبير، ولازم نحترم احترام كبير جدا علشان نقدر نكسبه ان شاء الله باذن الله. يا رب باذن الله. طيب انا هتكلم معاك على ابرز النقاط اللي بتميز فريق كايزر تشيفز، بس قبل ما ابتدي بكايزر تشيفز عايز اسالك على تشكيل النادي الاهلي وبالتحديد على وسط ملعب النادي الاهلي. يعني ممكن يكون كلنا متفقين ان عمرو السوليه موجود، لكن الاختلاف ما بين ديانج ولا حمدي فتحي اللي يبتدي جنب عمرو السوليه، انت في رايك شايف ايه ومين الاقرب يعني؟ ومين برضه خلينا الافضل نتفق كمان من وجهه نظرك في مباراه اليوم ان هو يكون جنب عمرو السوليه لو هو اللي هيبتدي اساسي مثلا؟ بالظبط، خلينا نتفق برضو ان هي حيره كويسه جدا. المدير طبعا الفني، انت طبعا عندك ثلاثه من افضل، او يمكن هم افضل وسط ملعب في افريقيا كلها مش في مصر بس، عندك ثلاثه مختلفين، عندك ديانج روح وجري وتغطيه مساحات، في مساحات كبيره جدا في الملعب، عندك حمدي فتحي اللي هو بيقدر يقطع الراجل، اللي بيقدر يقف يغطي مربعات معينه في الملعب، اللي عنده ذكاء تكتيكي، اللي تقدر تطلب منه ادوار، يقف فين قلبين الدفاع، يلعب مدافع ثالث او يلعب نص ملعب مدافع، او يتقدم ويكمل في ال 18. عندك عمرو السوليه الراجل اللي بيقدر يغذي المهاجمين بالتمريرات، وعنده بالظبط رؤيه للملعب، وبيقدر يلعب تمريرات في ظهر الدفاع بشكل مش طبيعي ما شاء الله. عمرو السوليه الفتره الاخيره يمكن من افضل لعيبه الوسط في مصر، او يمكن افضلهم كمان، بالظبط خصوصا في مركز رقم 8 يعني. فانت بتتكلم في حيره جميله جدا، لكن لو بصينا للارقام، وده اهم حاجه بالنسبه لي في الجزئيه دي، تمام انه فرقه كايزر تشيفز بيلعبوا كتير جدا كرات طوليه على المهاجم بتاعهم الراجل الصربي نعم سمير نوركوفيتش رقم 9. فالراجل ده بيكسب التحامات بنسبه بتوصل ل 50%، التحامات هوائيه، فالراجل ده مميز جدا. محتاجين لاعب وسط ملعب يحمينا في الالتحامات الهوائيه دي، مع اللاعب ده يكون افضل لاعب فيهم في الالتحامات الهوائيه. وبالارقام معانا المقارنه بين الثلاثه، انه حمدي فتحي راجل بيعمل معدل 3 التحامات في المباراه التحامات هوائيه، بعكس ديانج اللي بيعمل واحده بس، والسوليه اللي بيعمل 1.3، فاللي تمام هو برضو قريب من ديانج، لكن حمدي 3 اضعافهم. بالاضافه ان هو كمان بيتقنها، يعني بيكسب التحامات الهوائيه بنسبه بتعدي 80%، فهو مميز جدا في الموضوع ده، ويقدر كويس يعمل لك حمايه لخط الدفاع، ويقدر هو اللي يلتحم مع المهاجم ده، ويفضل الاربع مدافعين ثابتين وراه بشكل مميز في مراكزهم، محدش يخرج من مكانه وراه، يبقى عندنا مشكله او مساحه ظهرت او احنا ثغره ظهرت قدامنا على الشاشة اهو يا محمود خط دفاعنا. الإحصائيات بتاعت الثلاثي ديانج بالظبط وسولية بالظبط وحمدي، اتفضل. بالظبط، اخر سطرين بالظبط، اللي هي الالتحامات الهوائيه بتوضح، الاولى دي بتوضح اللي هي العدد او المعدل في المباراه، والثانيه اللي هي الدقه. حمدي فتحي واضح طبعا تفوق عليهم الاثنين، وفعلا يعني نقطة مهمة جدا جدا، واعتقد طبعا مستر بيتس موسيماني بيعتمد على ارقامه وعلى التحليل بشكل كبير جدا، فطبعا عنده الكلام ده وعارف الجزئية دي وشغال عليها وبيمرن اللعيبة عليها. ووضحت كمان في ماتش المقاولين وفي ماتش المقاصة، استخدم حمدي فتحي في الالتحامات الهوائية، وكان بيثبت الاربع مدافعين وراه، وكانت ظهرت في اكتر من حالة في المباراة، فدي حاجة مهمة جدا جدا بالنسبة لنا كرقم واحد، اختيار حمدي فتحي مع عمرو السوليه افضليه على ديانج، مش لانه افضل في المطلق او لا، هو مناسب للمباراه دي ومناسب للمباراة دي لطريقه اللعب في بإمكانيات المباراه دي. الفريق ده بالمهاجم بالظبط تحديدا كمان بتاع كايزر تشيفز. يعني انت كده بالظبط بترجح السولية وحمدي فتحي في نص الملعب، ده الافضل. بالظبط تمام، بالظبط ابرز بقى ما يميز فريق كايزر تشيفز في جميع الجوانب، يعني الفريق ده نخاف منه في ايه بالظبط؟ ايه اللي المفروض الاهلي يكون عامل حسابه يتعامل معاه في مميزات فريق كايزر تشيفز من وجهة نظرك؟ طيب، خلينا في الاول نبدا باول حاجه بيبداوا بيها، يعني لو معانا من الصور برضو هتكون توضح الصوره على للناس بشكل رضا حالك افضل. بيه. صور من 6 و7 بتوضح الفريق ده وهو بيعمل ضربه البدايه بيعملها ازاي. يعني ضربه البدايه بيقدر يستغلها ان هو عايز يتفوق عليك نفسيا ويتفوق عليك بدنيا، انه في 5 لعيبه بيجروا في نص ملعبك مره واحده، والكره بتتلعب لحد من ثلاثي الدفاع، وبيلعب الكره طويله هناك، وعايز ياخد الكره الثانيه عند منطقه جزاك، ياخد فاول، ياخد اوت، عايز يسيطر على المباراه من اول دقيقه. فدي مهم جدا جدا لعيبه الاهلي، ان احنا نكون من اول لحظه في المباراه ناخد الكره الصورة الاولى قدامنا مش اهي الثانيه بس. بالظبط بالظبط، ناخد الكره الاولى مش الثانيه بس، نركز ان احنا ناخد الكره الاولى وناخد الكره الثانيه، ونتفوق في كل الالتحامات، وقتها هنقدر في اول ربع ساعه ان احنا نركبهم نفسيا بلغه الكوره، ونقدر ان شاء الله لو سجلنا هدف هيسهل علينا المباراه كتير جدا جدا جدا. يعني زي ما واضح قدامك دي في المباراه الاولى، وفي المباراه بالظبط الثانيه برضو عمل نفس الفكره، على طول بيستنطروا ويرجعوها للمدافع، وبيجروا 5 وعايز ياخد كره ثانيه عندك، عايز نفسيا هو عايز يركبك. في مدربين خصوصا في شرق اوروبا بيعتمدوا على الفكره دي، يبقى ان هم المبادرة عنده يعني.
بالظبط بالظبط، عايز اللعب يكون عندك في نص ملعبك والمبادره تكون عنده وهو يبقى راكب المباراه من اولها، فدي حاجه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها. النقطه الثانيه ان احنا في الصور اللي بعد كده برضو بنشوف شكل الفريق وهو بيبني اللعب هجوميا، بيبقى شكلهم 3 4 2 1، شكلهم طبيعي جدا، ما بيقدروا ما بيحبوش يطلعوا بالكره من تحت، بيلعبوا كرات طويله اكتر بكتير سواء للمهاجم او للجناحين اللي بيلعبوا تحته، بيتحركوا بشكل كويس جدا في ظهر الدفاع، لكن مش هتشكل علينا خطوره لو قدرنا نضغط بشكل عالي من البدايه، مش تمام. هتشكل علينا خطوره خالص، ومش هيقدروا يتقنوا الكرات الطوليه دي. طيب اخيرا يا محمود، عايز اخد توقعاتك لنتيجه المباراه والاسلوب الانسب للنادي الاهلي في مواجهه كايزر تشيفز النهارده، لان البعض ممكن يكون بيتجه لفكره انك تلعب بثلاثه في نص الملعب، لان انت بالنسبه لك الفريق ده مبهم شويه، ما تعرفش هو كويس ولا وحش بسبب نتائجه يعني، والبعض يقول لك لا العب باسلوب لعبك وبتشكيلك الطبيعي جدا، اثنين في نص الملعب يعني 4 2 3 1. الافضل ايه بالنسبه للنادي الاهلي وتوقعاتك لنتيجه المباراه من وجهه نظرك؟ ممتاز، خلينا نتفق يا امير ان احنا ممكن نبدا باثنين في نص الملعب، وحمدي فتحي واحنا معانا الكوره حمدي فتحي بينزل بين قلبين الدفاع عادي، بتتحول لثلاثه وقفشه بينزل جنب السوليه، بحيث ان انت كانك بتلعب بثلاثه عادي مش اثنين، فانت تقدر عندك مرونه تكتيكيه، عندك كويس. لعيبه مميزه، عندك لعيبه عندها وعي تكتيكي كبير جدا، عندهم خبرات الفتره الاخيره اكتسبوها بشكل كبير جدا، فانت تقدر تنوع بين الخطط جوه الملعب، مش محتاج من البدايه ان انت تغير بشكل كبير، يعني تقدر جوه الملعب من 4 2 3 1 تلعبها 4 3 3 او تلعبها 3 4 3، حتى ترجع قفشه جنب السوليه يبقى نص ملعب وحمدي يبقى مدافع ثالث لو عايز، يعني عندك لعيبه فعلا، لعيبه الاهلي والقماشه اللي موجوده دلوقتي كواليتي يقدر يأدي لك باكتر من طريقه او اكتر من شكل في الملعب. الاهم ان احنا نعرف او كل لاعب يكون عارف تعليمات او دوره اللي موسيماني عاوزه ينفذه ايه ويبتدي يطبقه، زي ما شفنا في مواجهتين الترجي او في مواجهه سان داونز كان في افكار مختلفه وكان في ادوار مختلفه للعيبه سواء رامي ربيعه او حمدي فتحي، وشفنا اللعيبه ادتها بامتياز بشكل عامل ازاي، فهو انت معاك لعيبه فعلا كواليتي عالي جدا ومعاك مدرب عنده افكار وبيدرس المنافسين كويس جدا، فتقدر ان شاء الله تختار الطريقه الانسب اللي ان شاء الله تنجح ضد كايزر تشيفز. انا اهم حاجه نقطه بالنسبه لي بس الصبر، وان احنا ما نستعجلش حتى لو ما استعجلناش في اول ربع ساعه، ما فيش مجازفه بدري لان المباراه 90 دقيقه بس، ما عندناش وقت ان احنا نعوض لو استقبلنا هدف لا قدر الله، فما نجازفش بدري، ما نفتحش خطوطنا بدري، ونصبر وان شاء الله باذن الله هم هيقعوا في باذن اخطاء الله ونقدر نستغلها باذن الله ان شاء يا الله. رب. انا بشكرك يا محمود، شكرا جزيلا. محمود سليم محلل الاداء، واحد من الناس اللي بتعرف تحلل الكوره حلو قوي بصراحه، وواحد من الشباب اللي يفرح في الحقيقه، بنشكره شكرا جزيلا، كان معانا عبر سكايب واتكلمنا في جوانب تحليليه كتيره جدا تتعلق بمباراه اليوم. طيب خليني اقول لكم ان ترند رقم واحد النهارده وخلال الساعات الحاليه هو ترند او هاشتاج العشرة ممكن، باذن الله ممكن وممكن جدا كمان، وان شاء الله الاهلي يفرحنا النهارده ويفرح كل جمهوره. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل، يلا. القاضية ممكن، القاضية ممكن، شاط الكورة وجول، القاضية ممكن، القاضية ممكن، القاضية ممكن. بشكل سريع جدا خلينا ناخد تفاعل حضراتكم معانا على سؤال الحلقة النهاردة وتوقعاتكم لنتيجة مباراة اليوم ما بين الأهلي وكايزر تشيفز. محمود داهي قال 3-0 للأهلي إن شاء الله بإذن الله حودة، نسرين جابر قالت بإذن الله فوز الأهلي 2-0، محمد شريف هيسجل هدفين يا رب بإذن الله. خلينا كمان نروح لبسيوني سعد واللي قال ان شاء الله 4-0 للاهلي، الشحات وشريف وطاهر وحمدي فتحي، واخيرا ناخد هاجر فتحي 3-0 للاهلي وشريف هيسجل 2 ومعلول 1، علاء مرسي قال كمان 2-0 للاهلي ان شاء الله. يا رب الاهلي يكون موفق النهارده، يا رب نفرح كلنا فرحه كبيره بفوز كبير النهارده ببطوله غاليه جدا جدا علينا كلنا كاهلاويه، الاهلي اللي بيرفع اسم مصر دائما وابدا، ان شاء الله كمان يرفع اسم مصر ويفرح جمهور من خلال بطولة جديدة النهاردة، ومش أي بطولة، لا دي بطولة قارية. هختم معاكم النهاردة بدعواتنا كلنا، يا رب بإذن الله النصر لفريقنا الحبيب النادي الأهلي. دي كانت حلقتنا النهاردة من الترند ليس لدينا المزيد، وغدا بإذن الله كل الجديد في حلقة جديدة تكون حلقة فرحة وسعادة كبيرة بالفوز بهذه البطولة من حلقات الترند بإذن الله. استنونا بكرة على خير ونفرح مع بعض بإذن الله. إلى اللقاء.